قبل ما يبدا الفيديو وتشوفوا داك الخبر الحصري، بغيتكم كاملين هذا الطلب مني، بغيتكم انكم تدخلوا لهاد لاشين هذه اللي هي رشيد راي، وبغيت كاملين تابوناو معاه ودخلوا تكومونطيو ليه من طرف خالد. هو واحد السيد اللي مغربي في الجزائر وكيدير لي فيديو اللي زوينين وغادي يعجبوكم بزاف. دان تحشموناش ودخلوا تابوناو مع السيد. ها هي القناه وغادي تلقاو اللين ديالها في الديسكريبسيون، واللي بغى يدير اعلان ممول يتواصل معايا في الانستغرام اللي كاين في الديسكريبسيون. تصوروا ان الحكم وصلت خبر للرجاء ان شد 20 ألف دولار 20 مليون دابا في الكاف. وي مرحبا، احنا اجلنا لك الماتش ولكن في التحكيم غادي يكزروك. هادشي انتظروا، هادشي انتظروا في مصر. كنقول لكم كنعاودها، مرحبا بكم على قناه خالد با يوسف. اولا وقبل كل شيء لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بقناتنا حتى يصلكم الجديد. سير اش من كواليس الكواليس قولي سير بلا لا تقابونوا معنا سير ديروا في الكلاويز الكلاويز سير سير خلينا نهضر. اشوف قول لهم يقصوا شويه الصوت حتى نسالم. وحسن نقصوا شويه. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. جينا اليوم باش نناقشوا بزاف ديال المواضيع، منهم القرار ديال الكاف. جيت نقول لكم بالله راه الصفحه ديال الرجاء البيضاوي خرجت واحد البيان هنا، ولا قالت مستجدات لقاء اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بين نادي الزمالك والرجاء البيضاوي. مستجدات اللقاء نقراو بعجاله باش نفهموه. مستجدات لقاء اياب نصف ينهي المكتب المديري للنادي للراي العام الرياضي والرجاوي ما يلي. اولا تم عقد اجتماع عاجل توالي يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 بين السيد فوزي القجع والسيد جواد الزيات رئيس النادي لتدرس وضعيه الحاله الوبائيه للنادي واثارها على لقاء اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. ثالثا بناء على ما سبق تقدم نادي الرجاء الرياضي منتصف ليله الثلاثاء نهار الثلاث بالليل. نادي الرجاء الرياضي لا زال ينتظر قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم. رئيس الرجاء جلس مع القجع باش يتذكروا على هذه الواقعة اللي وقعت وهذا الشيء اللي كاين. ثاني حاجة هي ان الاجتماع الرسمي دار نهار الثلاثاء مساء يوم الثلاثاء، و تقدمت الرجاء منتصف ليلة الثلاثاء 20 اكتوبر عاد تقدمت الكاف كتقول لهم باش يتاجل الماتش حتى نهار الثلاث. حنا قبل من نهار الثلاث كاين اخبار واشاعات كيخرجوا كيقول لك بالله راه تاجل الماتش. بغيت نقول للجمهور ديال الرجاء البيضاوي هاد الاشاعات وكتبارطاجيو شي حاجه اللي ما كتشوفوش المصدر، خصنا نشوفوا المصدر الحاجه اللي رسميه. اللي ماشي رسميه راه ما كاينش بمصادر من الرياضيه، القش الرياضيه هي اللي خرجت دابا هادشي وكيبارطاجيوها الناس. كيقول لك الرياضيه قالت لهم من مصادر خاصه، فين عندك مصادر خاصه؟ اعطيونا شي حاجه رسميه. كل قرار اتخذ وحسمت فيه الكاف كون صفطت الفاكس للرجاء باش تعرف الرجاء، والرجاء غادي تقول للراي العام. ما بداش نبارطاجيو شي حاجه اللي لا علاقه. اذا هادشي في نظركم اش كيبين؟ كيبين ان الرجاء البيضاوي قويه في الكواليس، في الناس اللي واقفين معها، الناس اللي كيدافعوا عليها، في الكاف، في الطاس، في بزاف ديال الحوايج. هذا الشيء اللي بغينا يكون عند الانديه المغربيه. كفى من اننا كنديروا فروق اللي تقدر تقول الكلمه ديالها ولكن في الكواليس كيكون عندها ضعف في الكواليس. هذا الشيء راه واقع، مادام اننا في افريقيا، مادام اننا الكاف هي اللي متحكمه فينا، خصنا كنقولها وكنعاودها، خصنا وفود وخصنا ما كرهناش ان مغاربه يخدموا في الكاف، ما كرهناش ان مقاعد الكاف يكونوا فيها مغاربه، لا في الجانب ديال التحكيم، لا في الجانب ديال البرمجه، لا في اي جانب كتلقى شي مغربي. هادشي اللي كانوا كيديروا التوانسه والجزائريين والمصريين، الجزائريين شويه، المصريين والتوانسه كانوا مسيطرين، كانوا دايرين عيسى حياته في جيبهم. ديك الوقيته عيسى حياته كانوا دايرين المصريين في جيبهم، كان دائما كيبقى في القاهره. ناض المغرب وناض السيهم القجع بغا يدير بحالهم، نوض لنا واحد درويش ما قدرش حتى يهز راسو وحطو، وكنا كنقولوا احمد احمد راه ديالنا راه هكا، ولكن رادس بينات كلشي. فضيحه رادس بينات ان المغرب مازال ضعيف في الكواليس، مازال ضعيف في احنا ماشي بحال المصريين. بغينا نجي نجبدوا حقوق اللي ماشي ديالنا، ولا بغينا نسيطروا على افريقيا، بغينا نسيطروا على افريقيا بركابنا.
مبغيناش نسيطروا عليها بالتحكيم ولا بشي حاجه. ولينا كنلقاو مشكل غير باش نشدوا حقنا. المغرب اللي ملي خرج الفار هو ضده، ما كاينش ليه هضر علينا. المنتخب شفناه كيفاش الفار اثر فيه، شفنا الفضيحه ديال راتس، شفنا الرجاء البيضاوي، شفنا حسنيه تقادير، شفنا بريكاد، كلنا تاثرنا، كلشي تاثر. المغرب عمرو علاش ما كنشوفوش ان الفار كيظلم الفرق ولا الناس اللي عندهم الناس اللي يهضروا عليهم؟ مثلا عمرنا شفنا تونس ظلمها الفار؟ عمرنا شفنا فريق مصري ولا المنتخب المصري ظلموا الفار؟ ما تلقاش. علاش كيظلم غير دوك الناس اللي ما كاينش اللي يهضر عليهم؟ لان الكاف راه راه حيدات السيطره على كل شيء. ملي كيجي مسؤول في الكاف كيقول الرئيس ديال الوداد غير سكتو، من بعد غادي يسديو الكاس. ملي كنشوفوا الرئيس ديال الترجي كيفاش كيخرج عينيه في الرئيس ديال الكاف والاخر درويش، هذا ما قدر غير علينا احنا انه يحيد يعطيهم الكاس في هذا والطاس، وهذا ما قدرش انه يهضر، ما قدرش يهز راسو، ما فهمنا حتى شي حاجه. اذا خصنا ناس ولا مغاربه اللي يكونوا في الكاف، علاش ما كاين حتى شي مغربي تما؟ داكشي باش التوانسه والمصريين كيخربقوها بيناتهم. ممكن انهم يقولوا لك التوانسه والمصريين دابا في الكاف وي مرحبا احنا اجلنا لك الماتش، ولكن في التحكيم غادي يكزروك. هادشي انتظروا، هادشي انتظروا في مصر. كنقول لكم وكنعاودها، قبل درت واحد الفيديو ديال كيفاش كنستقبلوا الفرق وكيفاش هما كيستقبلونا المصريين، باش معروفين المصريين كيخليو البيع حتى كتبات في داك الوطن. كاينو دوك كيديروا على راه مثلا راه كاين شي عرس تما، كيجيبوا الغياطه والطبوله تما الليل كامل باش ما يسهروا الناس، ويعترفوا بها، راه اعترفوا بها اللعابه القدام بمصر، كيسهروا اللعابه، كيسهرهم حتى الصباح كيجيو. ورغم ذلك كيسهل علينا الله في اغلب المقابلات اننا غلبناهم، واخا كيحاولوا انهم يسمو ولا المنتخب المغربي ولا الوفود المغربيه كيديو الماكله من عندهم، عارفين اش واقع. عكس حنا ما كاينش، ما تلقاش شي واحد هضر معاهم هضره خايبه في المغرب، كيجيو كنهزوهم فوق ريوسنا حتى كيمشيو. شفنا كيفاش الوداد كانوا كيصفقوا على بوتريكا، شفنا الرجاء كيفاش كتستقبل الخصوم ديالها من تونس من الجزائر من هذا. نعطيكم غير مثال، غير الجزائر الرجاء فاش لعبت مع فريق جزائري وفاق سطيف، استقبلنا هنا مزيان، مشينا لهيه الدراري الجمهور ديال الرجاء كلاو العصا. الجمهور ديال الوداد استقبلوا الترجي، انا كنعاود على شحال ديال المشاهد ديال الرات، استقبلوهم هنا مزيان، مشاو لهيه كلاو العصا، والفيديوهات مازالين ديال ميديا وديال هذا هو الواقع. اذا خص ليه يهضر علينا في الكاف، خص ليه دابا واخا تظلم. بغيت انا نقولها للرجاء والوداد وهذا، سيروا ما تعولوش على الفار، كنقولها وكنعاود، اضرب الشبكه ما تعولش على الفار. خصك شي لعب ديال ان ما يلقاش فين يدوز لك. تصوروا ان الرجاء والترجي في ذاك العام 99 فاش داوها، فاش خرج جريندو بحمراء ولا تبعنا كاع داك الشيء كامل، تصوروا ان الحكم وصلت خبر للرجاء ان شد 20,000 دولار 20 مليون ديك الوقيته، راه شي حاجه، راه كنهضروا على 99، شد 20 مليون في لوطيل ديالو فين بات في تونس. جا ما لقى ما يدير، لقى السبوعه في الرجاء، ورغم ذلك عطى بيلانتي خرج جريندو بحمراء. المغاربه حلفوا لا تفك بالشادلي وباللعابه اللي رجال، كنقول لعابه رجال، وجابوها. اذا هكاك بغينا، السبوعه يمشي رغم التحكيم، عولوا على التحكيم، عولوا على لوطيل ما يكونش في المستوى، عولوا على الماكله ما يعطيوكمش ماكله في المستوى، عولوا انهم غادي يبيتوكم ويسهروكم بالغطاء والطبل. هادشي راه كيديروه المصريين، راه نعولوا عليه، ولكن حنا الا كنا سبوعا غادي نجيبوه. كنقولوا وكنعاودوا وكنتمنوا الوداد قاصح جوج زيرو، ولكن ممكن حتى شي حاجه ما مستحيله. الرجاء واحد الزيرو راه بامكان الرجاء، راه دابا راه رجع نور في الليل، غادي يرجع شاكير، يرجع بوطيب، عندنا تشكيله تقدر تزعزع المصريين تما. بركان هيا في بلادها جيبي لنا الكاس على الاقل، داك بيراميدز ولا سميتها تايلاز، نقول لنا الرجاء والوداد راه انتي تردينا داك الشيء اللي مشى. وصلنا اخر هذا الفيديو، بغيتكم تعطيونا الاراء ديالكم في الكومنتير، وبغينا الرجاء والوداد وبركان يديو الكاس. يلا السلام عليكم. بغيتكم كاملين، هذا الطلب مني، بغيتكم انكم تدخلوا لهاد لاشين هذه اللي هي رشيد راي، وبغيت كاملين تابوناو معاه ودخلوا تكومونتيو ليه من طرف خالد. هو واحد السيد اللي مغربي في الجزائر وكيدير لي فيديو اللي زوينين وغادي يعجبوكم بزاف. اذا ما تحشموناش ودخلوا تابوناو مع السيد. ها هي القناه وغادي تلقاو اللين ديالها في الديسكريبسيون، واللي بغى يدير اعلان ممول يتواصل معايا في الانستغرام اللي كاين في الديسكريبسيون. اذا اعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك بقناتنا حتى يصلك الجديد.